مختصر الأخبار. أهلا بكم إلى مختصر الأخبار. كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات، إذ سجلت 33 حالة وفاة لأول مرة بالمغرب، بينما تم تسجيل 1245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغ أن المطرح الحالي لسيدي يحيى الغرب الذي يتجاوز عمره 30 سنة والموجود وسط الغابة يشكل مصدراً لتلوث المحيط البيئي، وبالتالي فإن تأهيله وإغلاقه أصبح حتمية لا منص منها، وهو ما يفسر برمجة المشروع المسطر. أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 1709 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة في 1265 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من غشت الجاري. رياضيا، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة نادي الوداد البيضاوي ونادي رجاء بني ملال المقررة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدورة 23 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق. حضت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس كافة دول العالم على الانضمام سريعا لبرنامجها العالمي للقاح المشترك لفيروس كورونا المستجد، وكشفت عن الجهات التي ستحصل قبل غيرها على الجرعات المستقبلية. نهاية مختصر الأخبار، في أمان الله. مختصر الأخبار.